قرينا بس الطريقه الثانيه. تسلم عبد العزيز، الله يسلمك. بومشاري بومشاري انا اللي بوصل له الهدف الحين من كلامك. الحكي خوش حكي يا ابو مشاري، لكن شنو التطبيق الفعلي الميداني اللي سويته المبرة كونك انت مدير من 2001 ل 2011؟ احنا اتبعنا استراتيجية. وكيفك الحين لك مطلق الحرية بالكلام؟ اتبعنا استراتيجية اللي هي استراتيجية اللي هي جماعات الضغط الاجتماعي والسياسي. استراتيجية جماعة الضغط الاجتماعي والسياسي. نعم. في المجتمعات المعاصرة الآن أقوى من القوانين وأقوى من الأحزاب هي جماعات الضغط. نعم. وجماعات الضغط هذه هي التي تتحرك إيجابيا لتوجيه القرار نحو هدف معين. صحيح. يعني هذا الحين احنا عندنا في المجتمع الكويتي عندنا جماعات ضغط غير منظمة وفي منظمة، ومنظمة جماعات سياسية. نعم. غير منظمة دواوين تضغط دواوين. صحيح. على موضوع معين وتدق عليه. الصحف تعتبر جماعة ضغط يعني. نعم. بس ملاك الصحف هم جماعة دوركم احنا دورنا الحين في القضية هذه استخدمنا استراتيجية الضغط الإيجابي ان شلون؟ نتابع المسؤولين في الوزارة، الزيارات لهم واللقاءات لهم، ها؟ تروحون نروح لهم نقابلهم. يعني لما دخلنا في تجاوب والله تفاعل. ما تتصورين أول شيء نصدم للشايين. يعني العادة يعني واحد فيهم عقب ما كلمناه عن موضوع معين قال بس قال جزاكم الله خير. العادة يوني كلها معاملات واستثناءات والنبي ما نبي، أنتم جايين تكلموني عن شيء يتعلق بأسرتي وبيتي وحظوظ أسرتك، فأنتم قاعد تكلمون عن شيء مفقود في المجتمع. حتى والله مخلصنا رسالة بنقوم تكفى قعدوا، أنا ما صدقت أرتاح من المراجعين بأني قاعد أتكلم مع ناس أجل فيهم ذات. اي انت بتروحون لهم يعني بهدف شنو؟ هدف دخلت انت قضية معينة. طبعا اول شيء نذكرهم بدورهم تجاه الأسرة، كثير منهم ناس الدور. الحين لو لاحظتي مرسوم انشاء اي وزارة الدولة كل وزارة يطلع مرسوم انشائها. مرسوم انشاء وزارات الدولة يتضمن ترجمة للمواد الدستورية التي دعت طبعا لحماية الأسرة والنش وتقديم كافة خدمات لهم. نعم. زين سواء كانت وزاره الداخليه، الحين الناس قالوا الاسره عبالهم وزاره الشؤون. دخلت وزاره الاوقاف على الخط لها دور اجتماعي. نقدر نقول اغلب الوزارات لها دور، اغلب الوزارات، لان انت لما تروح تتكلم هدفك شنو؟ مو هدفك الانسان، الانسان منه جزء من الاسره. صحيح. فانت لما تتكلم هدفك ورسالتك اي تنميه، نعم، هدفها الانسان ووسيلتها الانسان. هذا الهدف النهائي للتنميه. اذا ما تنمى الانسان، انت قلت بالمقدمه قلتي حلوه جزاك الله خير لما تكلمتي عن الانسان في المجتمعات المتحضره كيف انهم الانسان عندهم يطبق الاسلام وهو غير مسلم. نعم. يعني يطبق الشيء الراقي، لكن كيف فصلوا؟ وصلوا لهذا بعد ما عاشوا فوضى فحسنوا المفاهيم والاخلاق الى ان وصلوا لهذا المفهوم. نعم. احنا للاسف موجودهم جاهز، احنا اي والله جاهز بس مو قادرين نروح له. صحيح. بس يبينا شوي احنا نحط العقبات نركض وبس نوصل له والامر يمنا. يعني من البيت ما يعني انت مؤيدني بمشاري الانطلاقه الاولى تبتدي مع الطفل. انا يوم قلت في المقدمه من الولاده الى 6 سنوات انت تغرس فيه، لانك انت تبرمج مخ الطفل. صحيح. بحيث انه تطلعه فرد صالح يفيد المجتمع. صحيح. واذا تبي تطلعه فرد متطرف او فرد مغالي بالفكر ترى كله. صحيح. اعتقد انا من التربيه يا ما تكون متشدده. صحيح. في الفكر فيطلع يكره حتى من يعني اللي قاعد نشوف الاحداث. صحيح. الاخيره. صحيح. هذه ما هي افرازات ترى. صحيح. هي لا اقل ولا اكثر. احسنتي. الغرس طيب. ما الرضعه يعني شو الرضعه؟ ايه؟ للاسف احنا عبالنا الرضاعه فقط هي الحليب والبسكوت والاكل هذا. ايه؟ لا، انت قاعد تعرضه ترضعه قيم. صحيح. زين حتى لما تحطها الام على صدرها قاعد ترضع حنان اكثر ما ترضع حليب. صحيح. ايش حق اقول لك لازم الرضاعه الطبيعيه؟ الرضاعه الطبيعيه مو فقط انها للصحه، لكن الدقات قلب الام اللي حط الياهل الاذن عليها هذه يقول لك هي اعذب موسيقى يسمعها الانسان طول حياته. لا اله الا الله. فهذه الرحمه. فاحنا نقول قيم نرضعها ونشي عليها ابنائنا في تربه صالحه. اذا التربه كانت صالحه يكون القرش وان الثماره طيبه. نعم. اما اذا التربه كانت غير صالحه ولا هي الاسره. نتكلم ذاك صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ تخيروا لنطفكم فان عرق الدساس، تزوجوا الودود الولود فاني اباهم بكم امام يوم القيامه. هذا الكلام يعني نتكلم عن مبادئ وضعت لنا بس مجرد نلتزم فيها ونطبقها. تطبيقها اليوم ممكن لكن في تحديات.
واحنا نكون موضوعنا هذا هي التحدي. والحين عم نتكلم عن طبعا انت جزاك الله خير قلت لنا عن المبره شنو مثل اهل الديره قال لكم عرفت انتوا الحين معنى المبره كان ما في جمعيات قبل لكن ورا التحرير صارت المبرة هم أصحاب الشأن أصحاب الفكر يقولون إحنا خلنا نسوي مبرة والتبرع منهم وفيهم هذا الشيء. شيء ثاني تعرفت شنو أهداف الجمعية المبرة لحماية الأسرة الكويتية انطلقت مأخوذة من الدستور الكويتي عندنا 8 و9 و10 و11 مأخوذة من الدستور الكويتي. طيب خلني حق المحور الثاني أنت قلت قبل شوي مشاري إحنا نروح ندخل على الوزارات كونها كل وزارة منوط فيها اهتمامها بالأسرة. نعم. وأغلب الوزارات زين نعم نيجي حق وزارة التربية أي هذه بعد تربية وتعليم هذه الوزارة اللي صح الكلام أي والله أي أحسنت أبو الحين الكرة ملعبك ملعب الساحة يا كويت عندك بعد أي والله أحسن ساحة العب فيها ساحة الكويت تاج على رأسنا سلم إن شاء الله. وزارة طبعا وزارة الدولة كلها مسؤولة لا يعني لا نقلل من خلينا نشوف القطاع التربوي قطاع التربوي قطاع التربوي مهم جدا لأنه يشكل الإنسان يعني إحنا غضينا حياتنا. أنا أقولي في مداخلة أنا ترى أنا والله العظيم في شيلة منكم قبل الله صار لي ساعة تحكي ما دخلوا وقالوا لي قاطعوني ما تحكي الضيفة قاطعة حياهم الله حياهم نقول الله. ألو نقول ألو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا مرحبا اخوي عيسى يعطيكم العافيه على هذا البرنامج الطيب. الله يسلمك يسلم عمرك اخوي عيسى الله يعافيك. الله يسلمك. ابو مشاري شلونك؟ هلا حبيبي هلا عيسى هلا شو اخبارك؟ والله من الله طيب شاء. الحمد لله هلا عيسى الله يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يسلمك. نسمع منك يا عيسى تعليقك. والله اذا تبون اعلق لكم على المبرر إيه؟ والله يا ريت بعد يسمعونك اهل الديره وياخذون فكره عنها بشكل اوضح. والله العظيم اني انصح كل الشباب وكل البنات من اهل الديره جميعا ان يزورون هالمبره هذه يزورون المبره ويستفيدون من يعني صراحه ابو مشاري انسان هذا اسوي لك دعايه عيسى كنت قاعد اسوي حق ابو مشاري ابو مشاري دعايه لا انا زاير لاني انا زرت المبره في انت صوتك عيسى شاب صغير بسم الله على عمرك ها انا 28 سنه اي بعد الشباب كله والعمر كله ان شاء الله الله يسلمك زين ان شاء الله زرت المبره حقيقه استفدت من المبره امور كثيره يعني في شلون يا عيسى الامور الحياتيه يعني والله شلون اقول لك اخصت اياها في الامور الحياتيه مختطفات يعني شو اللي لما زرت المبره لحمايه الاسره الكويتيه شو الاستفاده من عندها من اي ناحيه؟ والله الاستفاده منها تعامل اسري، تقرب الى الله، تصرفك مع الناس، تصرفك مع الاسره، تصرفك مع الزوجه، تصرفك مع الولد. ها يعني قصدك انت هناك من تروح المبره لحمايه الاسره الكويتيه في محاضرات تلقى صح؟ هو اخذ الاخ صالح انا الاخ صالح جانا في مشكله اسريه عيسى قدمنا اخ عيسى ابو صالح قدمنا له استشاره طبعا عندنا بند عندنا ان احنا يجونا ناس يستشيرونا في القضايا الاسريه عندهم مشكله كيف يطلعون منها فنعطيهم النصائح التوجيهيه الشرعيه القانونيه ممتاز عندكم العمليه نعم يجرون لنا ناس الديره مبرتهم احنا بنقول لكم عنوانهم اللي عنده استشاره عنوانهم والله إيه؟ اللي عنده استشاره انت عندكم متخصصين ولا باي كلام والله عندنا متخصصين واحنا ايضا اذا المساله نقدر نفتي فيها على قولتهم اجتماعيا مو دينيا وتبون تبون احد تسالون اذا يحتاج نحول حق محامي نحول حق ساعدونا يعني نعم جزاكم الله خير هذا جدا لان صراحه يعني يتنور اي خلاص واعتقد في عندنا حالات مرت علينا وين مكانكم انتم احنا بالخالديه خالديه شلتوا مو قبالك انت انا بيت بالروضه قبالي حوالي كل شيء من البيت هدموه هدموه البيت جزاهم الله اهل البيت ما دخلتكم فليسات اي لا أجر ما دخلتكم فليسات اجرنا دور اجرنا ما شرينا نشتري زين الخالديه قطعة 2 شارع الجمعيه فوق مبنى لجنه الزكاه الخالديه احنا ودنا ينكتب يا ريت مخرجتنا ساره اعطيها انا احنا فاحنا يعني عيسى هلا فانت الحين تحبذ انه يعني يروحون هناك يستفيدون الشباب انت من كلامك صح ولا لا ان كانوا بنات او شباب اولاد يتوجهون يعني صح انا انصح الكل يعني في يعني هذا شيء صراحه يشكر عليه المبره يعني تسلم والله تسلم يا عيسى مشكور لكم انتم ونفسكم الله يسلمك سلم عمرك ما قصر عشان يعرفون تسلم لي تسلم لي والله حياك الله شكرا جزيلا جزاك الله خير مع السلامه
الحين عاد راح تضيف. نعم. الحين يا اهل الديره مبره الحمايه الاسره الكويتيه بلاش يعني اذا راحوا تعنوا ولا بلاش عندنا شيء فلوس استشاره ما استشاره لا احنا اللي نقدر نسوي عندكم لهم. المبعطني لو سمحت الورقه عندكم المبره اللي بيروح لها مجانا استشاره محامي يعني يوجهونه محامي تدفعون فلوس المحامي ولا لا لا الاستشارات مع المحامين ايه وهو عاد في بعض المحامين مو قاصين جزاهم الله خير اذا القضيه تحتاج الخالدية قطعة 2 فوق مبنى لجنة زكاة الخالدية مقابل بنك التجارة التليفون أقوله آخر شيء إيه نعم أخلي آخر شيء بتكتبه راح أرد أنا إيه راح أرد بعدين أقول العنوان مرة ثانية نرجع الحين حق المحور الأساسي يا عشان لا أضيع الوقت بس أوضح إن الأخ يعني في مشكلة أسرية ايه؟ وضحنا له الجوانب طبعا إحنا طبعا عشان نكون بالصورة أنا مثل يعني الحمد لله متزوج صار لي مثلا فوق 30 سنة ما شاء الله العمر كله إيه فحتى إحنا يمكن زملائنا في هذا بهالحول هالأعمار وهذا يعني مجموع لدينا كلكم شباب مجموع الخبرات ايه؟ التي لدينا في 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 الحياة الزوجية يمكن تصل الى 150 سنه ما شاء الله تبارك الله جمعنا اعمار الزواج فبالتالي في امور مرت علينا صحيح فاحنا لما نعطيه بدال لا هو يجرب بالتجربه والخطا معاكم دكاتره علم نفس او دكاتره نعم علم اجتماع متعاونين جزاهم الله خير متعاونين اي واحد يحاول عليهم ما شاء الله نعم ما يقصرون ايه طبعا ما عندنا داخل المبرر نعم لكن اذا احتاجوا نوجههم على طول ان شاء الله نعم طيب خلينا نرجع على ابو مشاري على وزاره التربيه وزاره التربيه طبعا من اهم القصور اللي تحسون انت قلت قبل شوي كلمه وايد مهمه احنا كل وزاره مخوله بالاهتمام بالاسره لكن هي مو من اولوياتها صح نعم الكلام نعم وزارة التربية نقولها يا وزارة التربية شا كامرتك التزمي باسمك يا وزارة التربية التزمي هي وزارة التربية مو التعليم انزين فنقول لها طبقي اسمك بس نبي تربية خش شلون نبي تربية احنا الان طبعا تربية ربنا طبعًا الاهل يعني ايوه لا التربية مو بس الاهل نعم التربية الان يعني المدرس اليوم بالمناسبة كنت مدرس كم سنة يعني المدرس اليوم هل المطلوب منه ان يؤدي منهج دراسي ام رساله تربويه؟ يعني يدخل الصف يقول لهم الكويت تقع شمال الخليج العربي يحدها شمالا العراق وجنوبا السعوديه وشرقا ايران الخليج. هل المطلوب من هذا ولا اخوي في هذا الموقع يبث قيمه ان هذا وطنك هذا جنتك ونارك في الدنيا زين حافظ عليه مو بغلط اقول له الموقع لا الرساله القيميه اللي وراء المعلومه هذه احنا قاعد نشوف احنا فقط يعلمونا النصوص لكن ما وراء النصوص القيم هذه هي المطلوب ان المدرس يقول له يا معود هذا الوطن من غيره انت تعيش مغترب ما عندك شيء هذا الوطن اللي شالك هذا الوطن اللي لما عدوك يبي حطمك راح للوطن ما راح لامر اخر وطنك فيه النفط لما اقول الكويت تصدر النفط ايش معناته تصدر النفط ثروتك هذه تحافظ عليها تحافظ على يعني قيمتها هذه اللي بعد الله سبحانه وتعالى بس ترى هي مو كل شيء صدق هي مثل ترى اهلك اجدادك واجداد اجدادك عاشوا 330 سنه من غير النفط حافظ على الوطن فلا نقول ان نقول النفط اي ما احنا من غير نفط يقول لك الوطن صنع النفط صنع الكويت لا الوطن ما صنع الكويت الكويت صنع الله سبحانه وتعالى ثم سواعد الرجال المخلصه والامهات المخلصات اللي كونوا هذا الوطن فيقول لك والله بدون الوفد الكويت تنتهي لا الكويت ما تنتهي بدون النفط زين افهم من كلامك الحين انا ترى ها صدت معلومه إيه؟ تقصد انت يعني في المناهج الدراسيه ابو مشاري كل منهج انتم يا معلم او يا مدرس عط القيمه من المنهج اللي تدرسه ان كان جغرافيا وان كان تاريخ وان كان لغه اي عربيه اي شيء اي ماده فيها جانب عليك. جانب قيمي جانب يعني لما هل هذا مو مطبق او هذا غير ملموس المدرس لما يجي يقيم يعني يقيم المدرس على ان كم انجز من المنهج ها والدرجات الطلبة جاوبوا عن المجموعة لكن القيمة اللي وصلت لما نتكلم عن الجيل الأول من الرعي الأول المعلمين اللي كانوا يعلمونا في المدارس اللي كانوا يعني نقول أول كان يعلمك لما شد عليك كان يعلمك معناته الالتزام نعم الالتزام بالحصة الالتزام بالحضور الآن للأسف يعني لو أي مدرس يتصل أولي أمر يقول شو اللي قاعد يصير يا جماعة نعم الآن لما الطلبة يعني لما الطلبة يدخلون الامتحان وهم صغار يفكرون بس شلون يغشون من بعض نعم. الطلبه شلون يفكرون بس يعني بدال لا يذاكر ايه؟ قاعد يفكر شلون ينجح بافضل طريقه وأخص طريقه صحيح بدال لا يذاكر يقول ايش حق اتعب حالي خلنا اتعب اهلي يبغى مدرس خصوصي طبعا انا الحين بالحاله كلفه مدرس خصوصي وقت اتصال معاه هي مكان بالفيديو قاعد مع مدرس نعم. طب ليش ما ذكرته اول باول مشغول لان ما عنده واحد يوم ثاني قال له تعال درس امس وينك عنه
بس مسألة يعطاك واجب يوم ثاني يشوف واجبك ويسألك أنت حل بنفسك ولا حلك يعرف أنك أنت مستوعب المادة، لأن هذا التراكم يوم ما فهم يوم ما فهم يوم